لذاته ذاتها سلمان طمعانها أوضنا وحوية سلمان أهاني لكن مركا أضو أفر ستو أصيدة أن صحلا أو بشكو إيمان كريم وحين غنيسا ضم كلمة أو ما يجري مجرها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما أو أه مسندك أو قائمنا هي ثابت لذات الأخرى فكا لمفهوم الأخرى أو أمصه أمصه ماء منفي عنها إنه كأنفوية زيد ليس بقائم تيوي ليس زيد ليس بقائم مركا عدم القيام استاغل عنته كائن للزيت ضم كلمة أو عدم القيام لكلمة أخرى الله ضم بحيث يفيد الحكم ما شحون كصوب بحي أو فائدين لأن مفهوم إحداهما اللي بضوا وضعنا ليس كدوا يمدوا المفهوم كذا أو قيام كيا ها منفي إنه كائن فوية هاي عن الأخرى مدة كلاطة أو زيد وكأن فوية وصل نكاس استغنوها فقوله أو ما يجري مجرى هذا ومدي أو دمطرق إنه ورقها هي تيكلة وإنه مثالين ضم كلمة أو ما يجري مجرى هذا محوكسه قلنا إياه هذا الكاس هو للإدخال وللإخراج ما ها إدخال وحاسوه قال نحو زيد منك اللي قام أبوه فكضم كلمة ما قام أبوه ما وضم ما يجري مجرى الكلمة كلمة وحبوسكي دريرة هي ما داب أي خبر نقطي زيد ومفرد خبر نقطي يا كلمة بوسكي دو حدريرة لغا صغا بوسكي كلمة دو حدريرة يوهي أولو تريكا مثبوت با مستوى نفي مثبوت وبحيث مركن بحيث يفيد الحكم آنرنا ولإخراج الإسناد الإنشائي إسناد إنشائي هذا بوسكي لغا طورية بوسكي ماشو كير مارتا لإباشا قلت نحو زيد من كل تركيب أقيم فيه غير المفرد ومنه المركبات التقييدية والإضافية وهي وحاوية مقام المفرد الشوشي قوله يلي إخراج الإسناد الإنشائي ذا ولعدم إفادته إسناد إنشائي يصبح مفائدين ما ذكر مفائدين حقوق متكون متكك لأنه أسوغن وإنما يفيد وحق فائدين وإنما يفيد وحفظ رب المسند بالمسند إليه على وجه طلبه منه طلب كاللقض البهيو إيه وح خارج كاسة أو دي أرن أرن كالأسوغون هل كاكا مغرأيو نك زيد قائمة ولا في رواتاقو يوارون إيه متاقنا تاس إيضا ما يقول خط على وجه طلبه على وجه طلبه طلب دا اللقض البهيو منه والاستاقل إليه أو الاستفام عن صدوره وركاد الاستفام مركز الشيخ والمراد بالمفهوم وحالله وضع انت بوشك هاي ويقول والمراد بالمفهوم وحالله وضع ما يفهم وحالله فهم ايوه من الكلمة كلمة وحالله فهم ولو ها ولو ذاتا با ذات بها النقض ايه صنع على بها النقض ولو ذاتا با معنى هان اضوء سغسو قشو والمراد بالمفهوم وحالله وضع ما يفهم من الكلمة ولو ذاتا فلا يرد مركا لغوب وشي مايو أن المعتبر وحال اعتبار من جانب الموضوع موضوع أو حلوصه جانب كس الذات ومن جانب المحمول الموضوع وحوي من جانب المحمول المفهوم بالصوغة معنيه كان موضوعنا وذاته كان وحوي ومفهوم ومعناه حمرك اللو يرسيدة تعالوا أرمى هيا بوشيها صوت أيتها لأن اللفظ أيضا لفظه مما وحنا لنا هي ها مرادك وحي ما يفهم وحي ما يفهم من اللفظ ولو ذات لأن الذات ذاته أيضا مما يفهم من اللفظ صيد اللفظ كما إنه فهم زيد المركات السوداء كما ذا فهم معنى ويس يلام من سدي قيام كي معنى قيام كاستاج هكذا خاص ولا الوحي نغير خاص ما هي سام ما يفهم الله خصوص ما قابل الذات وهو الحقيقي الذات ما شو يقوله وهي الما صدق وين ما صدق شيء وحو كره موبي وزيتك فكان المناسب وحو أها أن يقال إن ليراهده لما صدق الأخرى لما صدق الأخرى ضم كلمة كلمة الله ضمه وحوية لما صدق الأخرى إلى ما صدق الأخرى أكلته بحيث يفيد أو فائدين الحكم بأن مفهوم إحداهما ها ثابت إنه أسوي لما صدق الأخرى مذك لذات ذيذة ما صدق أصى هذا الكهاوي وحاصل الإيراد إيراد هو بشرك حاصلك سأنك فهم سيئ إيه حاصل لجوابك
وشق الله كيرا وحوي وحاصل الإيرادك بأنه ليس المفهوم والمفهوم كاد مغليصا معتبر من الاعتبار من جانب الموضوع ليس المفهوم ومفهوم أو معناه هذا معنى الله وضعه معتبر من الاعتبار من جانب الموضوع جانب الموضوع زيدة أو مثلا ذات لنكاس وحوي لقم فيري مفهوم أو معناه بل المعتبر من جانبه الما صدق وذاته وحيا يكون مويا ذات مقعان فلا يسمى هيا فلا يصح أن يعتبر الثبوت ثبوت كي إلا اعتباري للمفهوم مفهوم بذي ثبوت كي معنيه السجنان هي أن يعتبر الثبوت المفهوم وكلمة للدومة ييئة ومسردك للمفهوم إلا اعتباري ما أهانه بل للما صدق إلا إلى هذا وهي وذاته بوش قصصان معه وحاصلوا الجواب أن المراد بالمفهوم أذر مفهومك وحى الله وذا سيدي هذا أهان ما يفهم من اللفظ أي مدلول هو لفظك مدلول كيسوي لا مقابل الذات ذات وح قابلة يألد هو الحقيقة ما أهم حتى يراد ما ذكره شارح إلى الله بوشيه من أن المعتبر من جانب الموضوع ذات وهو بوشيه هو في غير القضية الطبيعية وكاكتنه خالك هذا وقدم وحال وقدم شيخ وحو هرمريي شيخ وحوية مطرق عليه إلا مركي بي الباب الأول الإسناد الخبري إنه يرمى قرن الله بقوص إنه قيسها كان يرمى قرن مطرق عليه شارح وماله مطرق عليه بابيسي كان ويسوينا مركو باب كاساس وحيسته مركو صاب باب قوله تقال الحكم بالصلب أو الإيجابي مكبل عبطانا مركا وحي الشيخ وقدم شيخي عبد الرحمن الأخضري وحي سهر مريا بحث الخبري خبرك بحث قيسة أيوة على بحث الإنشاء كسهر مريا ولعظم شأنه شأنك خبرك أيها وين آد وهو شيء سؤبا لانتها خلصة ما هي سعني لعظم شأنه لأن المزايا مزيوينك شرفها بيراتك يا والخواص وحيالها مزيوينك شرفت بيراتك يا والخواص وحيالها خاص كلية المعتبرة اللي اعتبرني عند البلاغاء أكثر وقوعها وقوع إذا بدن كيسو فيه إساق خبري جاوي خبرك أنت بدن لحدها مزيوي يمكن خواص إياه مدكلة لعظم شأنه إياه ولتفرعي ولتفرع الإنشاء إياه إنشاء كفرعو قيسي كنلاشا ديسة ها يكنلاشا عليه على الخبري المكلم زيد في الداري همزة قالي أزيد في الداري حبض أصل الأكر يكي أمك كر أصل وحالي فرع والله أنت أصل قرهانة والية حنا وعلى ديرانة هذا أبها يهوي الله إن الله أنت وحق قال أذي قال كوه قال أذي قال حبا كوس ليه روح صدق يصدق يهول بعض يلاس سيدي يلس مرت ويه أبها يهوي الله حق قال له حبا كوه قال مرك أصل فرع والله أنت أصل كلا وطا وحنا رادا وطا ما خبرك اللهور مريالي إن شاء الله اللهور مريالي لبن نقطة واكه والعظم الشأنه مزيوين في خلاص قصة غنبا وقعيد وكان كبدية خبرية مزيوين فربضن إيوه شرف فربضن إيوه خلاص فربضن خاصة إيوه ولتفرع الإنشاء عليه سو كفرع عباش تفرع الإنشاء إنشاء فرع عباي عليه على الخبري في النحو واكن زيد في الدار وأصلك خبري وأزيد فيها أزيد في الدار ما كسو غي أزيد فيها دار وكا سوء غفر عوي بكو مثالين وقدم شيخ وحسوه هرمري أحوال الإسناد إسناد كحال كيسيبو هرمري على أحوال المسند إليه إيا والمسند باب ضمع حقا نوچرة أيو أرن يا باب المسند إليه مسند إليه متكسي ضمبينا باب المسند وأرن طعم وهذا داي زيد يا قائم الغرض الطرف يا النسبة أقولها حيصو إلى إسوس سجين هين كه الرئيسة لبلا الطرف هو الرئيس اسمه ليه يا لبلا الطرف محب أهل الوي كدمنا ور النسبة هو الرئيس نقوله لبلا ذات لبلا الطرف هذا عن فير صنن مرك أهل الرئيس واحد لسجين يا محب سجين يا صوح سجريدو صبك ينسو استعصاه الرئيس نقوله مكسو يرشاقه وقدم وحو هرمري أحوال الإسناد إسناد كأحواشيسة
على أحوال المسند إليه والمسند به مع تأخير نسبة ويضا قدم عن الطرفين لبضى طرف با. لأن البحث وحوقه المريء لأن البحث بحثه إنما هو عن أحوال اللفظ لفظي أحواشي سوي وحال بحثنا يا وحيا لفظي حال به سه لفظي الموصوف كصف يصنع بكونه مسندا إليه مركو مسند إليه نمي هي أو مسندا مركو مسند يهي سمعت لفظي كان مركو حال به سلب حثنا وقارمة بالشرط هو مركو صان قب مسند إليه أما مسند أو يهي مركو مسند إليه غري أما مسند مسند يهينا وهذا الوصف إنما يتحقق مسند إليه النبذ أما مسند النبذ وهذا الوصف تلمانتاس إنما يتحقق وحي حقيقه ويسا بعد تحقق الإسناد إسناد كحقيقه ويسا بعد يد وإلى هرطه اسكو حريه وإن وحيلا والمتقدم وحا كهريني على النصبة وإسناد كوحا كهريني ذات الطرفين اللبضة قلف أوي ولبضة ذات الزيت كذات ديسة يا قائم ذات ذوي ولا بحث اللهما ولا بحث وح بحثا اللهم للبلغاء بلغاء ومصرنا عنها ذاتين كأنه بحثيان حوية متكلمين تأكلاتي ولا حكماء تأكلاتي أي ذات هذا بحث ليس وزيد الأرية وجوهر وح ذات له قائمنا وعرض معنا عرض له كوا صبحثي ذات ذي لبضان طرف ذات ذي وذي يوم بحثيان بلغض والخبري أنك هو عشما وقدم أحوال الإسناد بهر مري على أحوال المسند إليه والمسند بكهر مري مع تأخير النسبة نسبة يضع كذب بس عن الطرفين لبضان طرف النساء إنكم هذا إذن مقطع وزيد يا قائم لبضان طرف النسبة وكذب بس عن حؤهر مري النسبة هي لأن حؤهر مري لأن البحث وحل بحثنا يا سديدة وأحوال المسند إليه أحوال المسند الله بحثنا مركو الولية إنما البحث وحوي إنما هو عن أحوال اللفظ اللفظ حال ذي اللفظ المسند كمسند إليه لفظ الموصوف كصف يسنى بكونه أهانت أو يهي مسند إليه وإنه مسند إليه أهان يهي مركو الله بحثنا أو مسند أو يهي وهذا الوصف وصف لأسه مسند إليه أما مسند إنما يتحقق وحا مسند إليه النبذي مسند النبذي حقيقه بيسا بعد تحقق الإسناد إسنادك سويتان كيسا سقناته سقناشيهيسا دواضي إسنادك بعد تحقق هذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد إسو تيريم ليسو تيري يومركا يتحقيقه بعد جيد بيدي شيء قال إنه مسند إليه نقنكرة كانوا نوح نقنكرة ها نص أبدأ إنك فين أباها وهبل معنا هو حوية زيد أبو علي باطل مركا أبا النماذج مركا أبا النماذج تنل فيرنا وحوية ها وإن لبض طرفي mid wal kana aabannimo ku sifaysnaada kana uu ku sifaysnaada wiilnimo Soomaa ilmannimo markii ay nisbada tan la helo dadigeed baa labada darafna ay noqonayaan he kana aabo kana wiilnimo nisbada Allah oo aabannimo iyo looga hadli karaya iyo wiilnimo iyo sidoo isku dhaxlahayeen hawlaha markaas uu yiri sheekhu وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد بو يلي سطيرينتا مكا يحقق ضد بضيد والمتقدم على النسبة وحا سطيرينتا كهر رينيا ذات الطرفين ولا بضى الطرفون ولا بحث اللهم بلغدنا ولماذا بلغدنا بلغدنا بحث أمصغنا عنا لها عنها عن الطرفين أما عن الذات والخبر خبر إنما ها والخبري نسبة للخبر ويوربا لون سبي فأقول الإسناد الخبري سما الخبري داس نسبة للخبر وتقدم وحانا إن آخر مرة أنه خبر محتمل الصدق والكذب لذاته وفي حد الصدق رمط حد كذا إلا يمركي إلا يري محتمل الصدق والكذبة أما شو واحد تبدأ إن رمط لفت كذا لإصبره وخبر بالكي كذب كي لا إصبره ومركز يرى وفي حد الصدق والكذب أقوال أربعة
أفر قول با كسوغان كهذا كذا أفر قول. الأول لأهل الحق وثلاثة الأخرى لأهل الباطل هي المعتزلة متك أهر يا أهل الحق عليه أهل السنة والجماعة هم أهل الحق ولا ضعص عليه حبض أخرى سواء كان صحبة أهل الحق وكذا صدح لك المعتزلة ذا أهل الباطل كيا قال أهر يا وكين رنت أقولنا قانون الأول وحوية وهو أصحها وكانوا أصحصن وحوية أن الصدق هنت مطابقة حكم الخبر ورك حكم كيس الدبول دي سوية للواقع سيدة شرطة أو ضباله والكذب عدم مطابقته إنه سندبول ويورك له سيدة شرطة واقع هيد ولو كان الاعتقاد وحل أمسية بخلاف ذلك سيدا سيخ الله صنبه هنغطه في الخلاف ذلك في الحالين لبضع حالهم فرصه وحاطره زيد هذا معنى فرحانك يعني فرحان جالس واقع موافق هذا القسم موافق يا هذا مركي أنصاص الله هدان ربه ووحان آمن سنة إنه فرده وأنا صح ما كان حاس وافقي عقيدة ذي واقعي هذا اللي كان شغل اسمه وافقين هذا هو إذا كوب بين بيني أنا كوب بين بيني هو إذا هذا وح وقبل فيري والله فرني هذا وريا بين كذي كمان هو إلا وح وهو رمبا صلور ماي حوية هي مطابقة حكم الخبر خبر كان حكم كيس أو ثبوت الجلوس اللي فرحانه هي وإنه للواقع سيدي شرطة وافقه ما وافقه هي ولو مركها أو وافقها هي ولو كان الاعتقاد سيدا الأمن سيئا بخلاف ذلك وها النقط هو ما حقلو صفدهم بأن القبيل مركها هذا الشيء هي بين بيني سيد بان صلى الله صلى الله عليه وسلم هذه أن أمن سنة هي ورك يدب الداه مركها الآن جالس وافقيا واقع ما صدقوا وان الأمن سنة صمارتين ما بأن الأمن سنة مثلا marka mar hadii waaqici jiray iyo hadalku istaboolaan ama hal aamin sanad ama yaa is waran soo noo saarantu meena noqon awriya ila markan saa sheegahay ila runtay baa wallahi marad wa iska laha hadalka ama beenbeeni baan isla habay dhahan waka waka inuu runtu unqaan asa waxa weeye kadib kadib kana maxaa la oran lahayaa hadaba mudabaqati leh sidii jirta oo inuu san daboolin mesela fiiri imin gafir farxaan قائم باير متغير قائم وتاغي هيبانري هذا كاسي حكم كان شيغي او ثبوت القيام اللي فرحانه واقع موافقه موافق ما تاغنا نينك سمرتين ولو هضان ربو انا نقول تاغي هبان من سلاد اما يا من سلان سو هذا كي ماشي ما دبا مري واي سو ما دبا مري مر هذا دبا مري وحا ويه وا بين لح صوره كايمانسا مركو رنت يا صدح صورة كتمات مركو بينها تاعي صدح صورة كتمات علوم مال بل هذا يسكت حلو شيء أنا طبعا كرتان ما كاهرة حنره فرحان جالس صم فرديه صدح صورة كإمارس صد مركو 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 يلا هذا زي فرحان جالس صورة كلام زي دون جالس صورة ترى هذا صدح صورة هذو رويح وواقع وافق إذا كان مطابقا للواقع فهو صدق صرنا له ثلاثة أحوال المركة هيا وإن لم يوافق هدوصا دبولين سيدي واقع هين هو كذب وله ثلاثة أحوال فماذا فهمين مركي أو لها زيد واتاقين هي زيد قائم المرك لها حدي أي واقع سيدي شرتي وافقضوا ننكي تاقين رنما نقطة صادح الحالة أولية وحوية إنو عقيدة دي سينا وافقضه يا وإنو تاقن يحيبو كوة دي وانا نقطة وارهم يا إنو سنسيداس آمن سنين وحبين بيني بو إصلاحا أساكو دبا محط صلى الله صورة ماها يا إنو سن وحبب آمن سنين شاكي أحمرك وهذا الكلام زيد قائم وحبب آمن سنين تاقن يفرني مدى بيسا شاكي وهذا الكلام اسكتور وانتا صورة صدح صور هذا صور مقاكرت مقابته صدح ذه مركو يري زيد قائم مثلا هذا الكاسي هدي أو واقع شري وافق ورن ثم مطابقة حكم الخبر
للواقع سيدي جيرته وافقده فهو صدق وي وله ثلاثه الاحوال الى سيده او واقع اوافق عقيدتي سن اوافق اساس او امن سنا اي انه سن امن سنين عكس امن سنا انه فدوا وقوي بركو هذا الكلام اي انه شاك هاي واحده اصلا امن سنين صدح صوره صوما وكا صدح ذا الصور كذب كمركو يهنا وصدح ذو كلا وهو محي حو يري مثلا زيد منك اللي يراهده وحو يري قائم مركان فيرني نينكي ما تاغنا با بيتي واقع ميه وافقه حي نقطي وحوي عدم مطابقه حكم الخبر خبر خصوص شيغي للواقع ما وافق له فهو كذب وي وله ثلاثه احوال اعتقاد كي سره انو كوداي انو سن ها ان سن سده واقع اسن ادبورين انو سن ادبورين كوداي ما تاغنا مركو ان الله وا تاغن ياه ميو تاغن نينكي وا بين سوما إنه سنتاجني إنه قوة ذي وأيوافق ذي عقيدة السي هي إنه سن قوة ذين إيه وحوس الله تعالى كورون يهي ما آمن سنين إنه سنت إنه تاجني يهي إنه سنتاجني ما آمن سنين إنه تاجسني ما آمن سنين هذا إنه آمن سنين يهي سيد واقع وافق ذي عقيدة إن الله وافق ذي هي عكس جد إنه عقيدة سنة هي إنه شاك هاي وحوس العقيدة سنة صدق صورة صوما صدق يا صدق لحظة أوكي كاه كاسان كبرني صدق وكا وهو صحها أن الصدق مطابقة حكم الخبر للواقع سواء طابق الاعتقاد دبوري يا أو لم يطابق ما الدبورين أو مركز الدبورين ما واحد نقول صحيح إنه شاكي هيئه إنه صدق عكس غير هو مثلا وياه الثاني أصدح صورة وياه مركز انتبه هنا انتهى النقص مطابقة حكم الخبر للواقع اعتقادك سهضي وافقه وهم هذي اعتقادك سأوصن وحل يراه أيضا وافقنا وهم هذو شاكي يهينا وهم صدح ذو صصما صدح رونض بيا شيء صو كان خلاص الواساس الثاني كذ بيقول صدح دي سكروا لي كتغني الثاني كالباطن وحوي افرطودي وهو للنظام منك النظام اللي يراه عليه المعتزلي وكهوس تقول هو من المعتزله وكمديه وهو مذهب سخيف ومذهب كليته جدا بوير علما اشار اليه السكاكي بوير من ان تصديق اليهودي بوير اذا قال الاسلام حق ها حق وتكذيبه اذا قال الاسلام باطل يريدان ويسرر عليه بالفساد والبطلان بال كان بال ابي صاب هذا كسان ارك دونا اكو صباح بعد فهمنا مركه انه تفهم محو يري ثاني نظام كان نك اللي معتزلي صدحان دوم معتزله هذا والنظام وجاحد والراغب صدحان بالك اللي يراه ارك دونا مدو سان ودغيا وجاحد يو نك اللي يراه النظام يا راغب marka kan u horeeyo waa nidaam Soomaa muxuu aaminsan yahay anna sidqa al mutabaqatu li i'tiqad al mukhbir buir ya sidqi anna sidqa runtu al mutabaqatu dabulid weeyo li i'tiqad al mukhbir qofka waramay suu aaminsan yahay in arintii dabooshay weey walaw khadaan khald baa noqotay ya waayahay والكذب عدم مطابقته الدبول اللي أنت تسويه للاعتقاد أو سندبول ولو صوابا وما لا اعتقاد معه وحن اعتقاد وظن وشكي على هذا القول داخل في الكذب لا واصدة تواصدة ما شفته سو ليح ما هين ليح ذا ذيب وحكي يفير صو بل انت ماشو بضي ما بينتو بضينا يا مصدقه بضينا يا أن الصدق المطابقة الدبول دوي الاعتقاد المخبر سواء ها ضابق الواقع أو لم يواقع لم يضابق يا من كان محو أمن سيهي زيد قائم فرحان وكلاء فرحان قائم بانير مثلا قائم بانير وقائم بانير وحان أمن سيهي تاغيهي ما ضبع الشيء اعتقادك هذا كاسي سأنو أمن سأنو تاغيهي أنو قبيهي لكن واقع ميه ضبش
maya ama hadda boosh ama yeesan dabal runtaas ah wa fiiray war ma taagnaa ba fadhi yelkeen ninkaas hallaayo wuxuu u sheegay asagu suu aaminsan yahay wa taaqunto inna barunu ha wa ma taabqa i'tiqaad al-mukhbir wa ama waaqi'a hawa faqdo ama yeena waafaqi waaye haday waaqi'a waafaqdo wa run hadayna waafaqin wa run wa laba suuro labadaas runta u gashay soomaa hadii aw shaaki yahay ka war bi i'tiqaad wa ma lahayn soomaart i'tiqaad ma hadii aw san aqeedadiisi waxa kani aw san waafaqin bin buuran dal wak wal kadibuna kadibkuna waxa weeye cadabu mudaabaqatihi arinki oo daboola waaya he arinki cadabu mudaabaqati al khabar khabarki oo aan daboolin al i'tiqaad i'tiqaadki bu san daboolin maradu i'tiqaadkis walaw sawaban sawabahan noqdo mar hadduu san i'tiqaadkis فرحان وتاغن يا نقول سان فرحان قائم وافرنا مسوا فضيا يا اعتقاد كي ما دبولين ما اوقته ما يا وحان مثلا انه تاغن يحي يان كوودي وافرنا اعتقاد كي ما دبولين نينكي وافضيا هو نقريا مر هادو سن اعتقاد كي او سن دبولين سان امن سنه هضين نقول سو امن سنه هضين هو كذب ولي عدم مطابقه الخبر له خبر كي ان دبولين للاعتقاد مر هادو دبولي واي هدو ربو صوابها النقضو واخر هذا ننكي وافر لي واحد مثلا فيري فرحان جالس بائري إنو تاقن يهي فرحان جالس وافر لي هيا وحانا آمن سنة هيا إنو تاقن يهي بربي ها إنو تاقن يهي آمن سنة هذا كان آشيق ميو عنيق عقيدة دي وافق وافر لي ها ما يما وافق إنو تاقن يهي نقبي صوابنا صوما أبين بفر أبين ولو صوابه مهن waye intee ino soo gashay labadiisi mar hadduu i'tiqaadkiisi daboolay aw daba maray ama waaqica ha waafaqo ama yuusan waafaqin labadaas suuro waa been soo martin haye haddii aw shaaki noqdo ka war shaakiga xagga ahaa iyo shaakigan halkaa miya waxba i'tiqaada wataan beenta ku darbu yar beenta intee noqoto afar runtuna labo janibka uu badiyo waad garanaysaa dhanka beentuu badiyo wuxuu yidhi wamaa la ictiqaada macahu wixii aan ictiqaad wadan oo shaakigii calaa hada alqowl daakhilun fi lkadibi laa waasidata isaga wax waasidaah usubahayo ma leh wayahay athaalitha waxa weeye وهو كان صدح هذا وحاوية للجاحظ منك الجاحظ جاحظ إن بور قالك إن بور كليلا هو أبو مسلم بالأورنج لكويس وهو يقال هو أصاب أبو عثمان والي عمر بن يحيى الأصفهاني أحد شيوخ المعتزلة معتزلة رقودي وولامت كوضب وتلميذ النظام نظام كان صدح حرق يسبوها ولقوا بالجاحظ بلقوا يري لان عينيه كانتا جاحظه كو بوربورن نبور وي هي من جحظت عينه عينيه جحظت كما نعى او كانت تخرجت مغلته بصاب حفي او عظمت مركا ايش اساس وين ترى وضيبا ويل ووي ان دا واوي يا وريا ارض اورتي سو قبا هل دانيه كاسو اندي سا او فغيجي شو با هل حموما ما غاتا هيسو gal kuga saar oday waa baqay marka wuxuu isir balaayada awalla balaay indhaha waa weyn buula arrinkaana kugu dhacday u raabi soo qabala horsadaan haddoo indhahayga jeedibu balaayada baal jaaxid oo ah marka jaaxidkan waxaa la yidhi nin suura ahaan marka hadda ay suraaxu sheegayaan tuqiisko kale na xagga suura ahaan fool xun buu ahaabaan aan qurux samayn xagga caqiida ahaan kama qurux samayn dhan walbaba ka fool xun laakiin hadda quruxdan jirku هذا معنى وين كمرد السنة هذه قلبي قادون كألا وهجاتي حقي كلا تق يا قرون تي مركن إن كان جاحد اللي يراه وحول يري أن الصدق مع وين لو هذا بس قام هذا دكان تري إنه وين والله سعدنا وين على رئيس وادي الله مكاسم على حجارة وفهم هذا عصب وكبد بوزج مكاسم على كوري وارد ده هلا كاري ده وحكر ده كفير الله يا
هذا شاحد ملك لو كلام مرة إلهي بدردس إنه هو ويناي ألا السيئي كما أول قوانه هذا نكا لغوي بوها رقان الرمان آدي عاد ما هاي حق اللغة حق كلا تا إلهي عقيدة هان أدري نما وحايا هاي آدي رقا إلهي أها قاتي هاي معنى حق أقوان طول أصغان تاي أقاتي كلام ملك وحو يرجاحذ وحو يرى المطابقة للخارج وي هم الصدق أن الصدق المطابقة للخارج برنان كاسدة تالة وحوية وإليها خارج كوائل الدواشة المطابقة مطابقة النسبة وحوية مطابقة نسبة الخبر بيكاري أنت خبر كنسبة المفهومة منه إيه اللي فهم إياه وإن الدواشة للخارج خارج كوائل الدواشة حني النسبة الخارجية ثابتة بين الطرفين وإن الدواشة الله نسبة الله مدوا مدى أدو هذا الشيء يسول لي رأي وصان وركان نوش يس منا وحقيقة أن نفس الأمر كأرض صيق أهيد مركا وحنا نوشة زيد قائم خبط القيام للزيد أرنك كان وإنه واقع مركا نورنا قلنا وإن أرنت الدبول السه ضابقة الكلام هي نسبة الكلامية هو إن الدواصة للخارج هو صبا كان كاقا صحية المطابقة المطابقة نسبة الخبر خبر كنسبة المفهومة منه هي للخارج أي نسبة الخارجية نسبة الخارجية هو هي نسبة خارجية وحال إلى لبضان طرف مدى كم بحصنا ضيقفك لفيرين لما العصنا أثابتتها بين الطرفين في نفس الأمر هنا خصوا وهي المراد بالواقع مدى اللي هذا ويف بعد الله أرمي المطابقة هي مطابقة نسبة النسبة الكلامية ده للخارج وإنه وافق ده مع اعتقاد المخبر كان ورميانا وإنه عقيدة سيئة المطابقة مطابقة ده والكذب عدم المطابقة وهي للواقع واقع وإن سندبولين مع اعتقاد عدمها إن سندبولين يسقها آمن سمع وما عدا ذلك وحي أنت كصهر ليس بصدق ولا كذب به أي واسطة بينهما لحدود وريكتان ليس برهم ولا بكذب به وحي لقي سوريا زيد القائم المطر هذا الكام حاكا فهمت ثبوت القيام اللي زيد سوما فير انك يارض وبرهل الله بي انك ما فضيع قال له انه تاقيه واتاقيه حاسد بولي نسبة خارجية نسبة كلامية كلامك وحا هذا اللي قفا اذي سنجي نسبة خارجية انا وحواهي وحواهي هذا كان وحا كبح صلو دي قفك الا من عصول الله اقام ما اهي هذا هذا كان كفهمين نسبة كلامية هي نسبة خارجية هي بي وافق ضي صم وافقين ها هذا مركز ارتنينك انفرر او تاقيه هاي أيها وحال ربا هذا مركز هذا الكلام الله هو إن من سنتها هيه إنه تاقي هي ما يسوافق إنتا يسوافق لي نسبة كلام يده يا وحا يمد خارجي يده إيه اعتقاد كصد حاصة يسوافق لي بحال إلى هذا خل وتاسوي لحد صد حدي كإمان الله المحوكر لابو كتك كو بيان محال إلى هذا عدم المطابقة للواقع به نسبة كلام يده وثبوت القيام لزيدنا واقع جرى وين صدق ولا منك ما بتاعنا وافق يا الله وتشفى من حاضر يا تاجي وافق يا الله وتشفى هي مع اعتقاد عدمها وأنا إنه روح آمن سيا إنه صدق ولا من الدبول إنه صدق ولا يبون آمن سلا المركل إلى زيد القائم أبين بينس بو إصلاحا أحبطي أبين بينس ده هل مكان تيم ساسو آمن سلا وياي أفر بقى صهرتي أفرت صهرتي صدر ما يسان مركو شاكي قاها إيه مكي مدى الله شيئتي ذا كلي تمدو البضاء وحويري وما عدا ذلك أبوير ليس بصدق ولا كذب أي واسطة بينهما بي. وهو انت صهرتين أربع صور وأفر صورة أفرته المطابقة مطابقة ما قرأ إنسان مطابقة نسبة الكلامية زيد قائمة هي نسبة خارجية نفس الأمر كأهيد ومركا قفك في رنيئة على بعضه المطابقة مطابقة النسبتين لبعض النسبة وافقين وأيه ولا اعتقاد للشيء حننا ماشي بتشوفه المطابقة مطابقة النسبة الكلامية أي وافقة النسبة الخارجية أما للواقع بس كم مده سدي كرتي إيوه هذا الكيف أصير تبع وافقين ولا اعتقاد للشيء وحنا الله مع قيدين ولا مطابقة مطابقة إيوه والمطابقة تصوامد والمطابقة هي الدبوري كلامك أطفئت زيد قائم بواقع وافقي خارجك مع اعتقاد يسوء من سيعد المطابقة إنس الدبوريين يقول الله من الله صمان
وغيرون مطابق لباس وحوي ومطابقه من والبيت ومطابقه مطابقه اه هي اعتقاد الآن هي مطابقه اه اعتقاد عدم المطابقه ومطابقه عن وحبب العقيده هي مطابقه اه اعتقاد عدم المطابقه وقتها حق عندما وحوي وغير المطابقه وح مطابقه ما جرت هذا الكل شيء يا واقع اسمه وافقين مع اعتقاد المطابقه وحال مثلها اني دبوليسو هي وغيره وغيره محمد علينا وغيره وغير المطابقه وين وغيره يا وغير المطابقه الى وحا كجره وغير المطابقه مع اعتقاد المطابقه يا وغيره هذا واحد اسمه مطابقه يا وغير المطابقه يا ها نقرا هي هو أربعة صور هي ما صح يا محمد والمطابق مع اعتقاد عدم المطابقة ما صح والله يا ها ها والمطابق بربي صح والمطابقة من الله أسكن الحرم وغير المطابق المطابق غير كنا غير المطابق مع اعتقاد المطابقة وغيره وغير المطابق أو ولا اعتقاد أن اعتقاد الخير أفرت على الصورة وين أفرت على صورة كنا وأفرت على محاين غريان فواصل هن ماهم بيننا ماهم كي هراء شيخ يسأه الله إلا واحد جاحد كان واحد شيخ عن نظام صماه شيخ يسأه واصل مسوقين بنته قرينها أحن بنته خضر بولها خلنا واصل وخليه الرابع قول كأفراد رمت يبين تمرك اللي تعريفنا أيه القول الرابع للراغب راغب إنك اللي يراه ذا له إنك أسوي المعتزل بوأها إنك الراغب اللي يراه ذا أو معتزل يجاب قول كان قوأه وهو قول إنك أن قول كيس مثل قول الجاحد إن بوربو يلا قوليه غير أنه لكن وصف الأربعة أفرتي حقيقة وريت رمتي بينتو أسكو مد تي أكل أصوت ما مستح لكن أفرتي غير أنه وصف الأربعة أفرتي الأربعة صور الأربع صور الأربع صور أربع مضاف صور المضاف إليه راسي أي يا رب حيا لكن سيدا وعنوا معه إن لبضة الله يالله يمكن ضم الله يالله مرد مضاف المضاف إليه الله قرني قال وكه هصة كله المناسب أربع صور أربع صوري أو الأربع صوري إن أربع صوري لكن ما أشاء الله يهل أما أو الأربع صوري اللي يراد لأن العدد المضاف إذا عرف تدخل على جزئه الأخير عند البصريين وعلى الجزئين عند الكوفيين للأول فقط به كما صنع سيدة معلف يا ليبي هذا كما ارتمشى حتى كهرية ثم بعد ذكره الله يظهر في الصورة الرابعة وهي غير المطابقة ولا اعتقاد بشيء هل كاس هرد وما تكرر عن طن طن عشر كان هذا الشيء بين ولي ما ينام يعني لكن أفير صار ناس هرد وخايف وحير فل وحير فسيد غن كاني وحير إلا غير أنه وصف الأربعة صور أفرت الصورة وبالصدق وقت المام يول كذب باعتبارين يا أفرت الصورة ما قرن يوير بربر كرون بربر ركبين يا أفرت الصورة ما قرن بربر كرون بربر ركبين بوش يا وصلنا ورنا وحوي قرحة كنا ورنا وحوي رنا وكبهم بير مركب الله يقرنا وكرنا إن كان تسوي كي وحوي وصدوا كان يسمعها فصدقوا بيصدقوا باعتبار المطابقة للخارج مركي لقى مطابقة أو خارج كوافقي مركي لقى هذا الكل توافرون أو للاعتقاد أو وافقي أكون خارج كوافقه اعتقاد كبيوسن وحين ندي واقع عيب وضبالي اعتقاد كيس مدة بولين بين بأول رجع صمان مرك بنك الله أجو اعتقاد خارج أو كوافقي وارون هي اعتقاد كمرك وافق وين وابهن هاكن حاجة كلاتنا اعتقاد كمرك وافق أصلا وارون لبلا صورة هم والكذب من حيث انتفاء المطابقة للخارج مركي اختصال مطابق خارج كتشرين أو الأول الاعتقاد أيسن تشرين أفرتيس ها
هذا الكلام هو وافقي واقعي اعتقاد كينا ما وافقين دنك او خارجك كو وافقين واكرهم اعتقادك دنك كدبا مرينا وابين اعتقاد كي وافقي واقعين ما وافقين اعتقادك دنك كو وافقي وارون حاجه كلنا واكبين الله بربر ساسوي ولاد كان واستدل مئة وحده يا شيخ واستدل النظام نظام وحده دليل سدي بقوله تعالى وعليك أرمها يا مارتي رم يا بيان وحان حين باتشرة آية قرآن هو دليل سنة واستدل النظام وحده دليل سنة بقوله آية دي بأسود بربتي إنه هو وينها صح صحابه شو انتك الحدسي يا إنه هو ملك لقبتين صور كلامك هذا إنها صح شيء ترى نروح يا رب كتسان صدار يا عندي ما أنت واحد كلا تصبي قلبك وجد بين صوحة عن وحي أهين بقنت يا ملبا حبا صب الله غي واستدل النظام بقوله تعالى إن المنافقين لكاذبون ورد إلى سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول وحيكون إنك لرسول الله والله رسولك إلهي واطه هذا والله يعلم إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بين عليال إن يهين إله ومرقاتك عاد وربنا هو شكوك تقول إن المنافقين لكاذبون في قولهم أيديهن يكبين شيئين إنك لرسول الله يكبين شيئين بير أصلي أصغوة تقول جاحدة ولعدم مطابقة إنك لرسول الله إذا أي لا يهين واقع موافقا سيدي تشرتي مطعم سماء واشرتي طب تيوي هي اللي عدم اعتقاد كودي ما يوافق له يوم يرسل لهم أمن سيهين ما داب أي سنها رسول لماذا أمن سنين وكاسي لعدم مطابقة لاعتقاده طبعاً ورد وحسن كالك الجليل ورد استدلاله استدلالك سوحا لقول رديي بأن المراد لكاذبون في الشهادة وي لا في الرسالة لك إلهي والله والله يهدى نرمافق لك بم بيشيق يعني شهادة إليهين إنك الرسول الله إسقل العين يعني مقرم وحيكرد إن سامرك إسليه إنك الرسول الله وحيسل الله عين يعني أفك الصان قال أنها قلبك أنا قشرته بنتي ويو أفك أمبي صح كتها أورك صح كما أهن هذا الكلكاس قصة الله بين بعد شيء سنة أورك أساس كأمن سند على بنتي نوي وحوي بأن المراد اللي كانت يبون في الشهادة أي في الدعائهم شجع شلا أي شجعنا يان مواضعة القلب قلب إنه وافق يا للصانع عربك واللي تضمن قولهم قول خلاص وحوض من يسني وحوض تضم ما وحكو عض به واللي تضمن ها ماشى هوسط ويرمار تعليل لمحذوف فإنما صح كذبه كذب كوحو أنصح في الشهادة بين إني شهادة إن بين نقطة واللي تضمني ها وحوض من قولهم هذا القول إنك أذل رسول الله إدهم بوحوض من السنة يا شئ لخذوا تاني آخر كبه إنك لرسول الله وحد من إن شهادتنا قريتان كيجا عرف أن كقرينا سادر وحو كسف من صميم القلب قلب خالص أي خالص وكخله وهذا كاسون قلب خالص وكسف من كذب كذب بينوي كورا yeah. والنظام صماهين نظام بها نظام وانك لا مات بينت وحويه مركي هي عدم المطابقه للاعتقاد وانك اسوا صد مسوين انك لرسول الله با الهي وخي بين بات شيغيسا مخونا نبي الهي او بين اعتقاد كودي بان يعني هي وافق سنين وركا هلك هلك لوما ودو والله يشهد انهم هي ان المرض لكاذبون ده هلك لوما ودو انك لرسول الله بين كو شيغي ما هي ee qalbiga saas laga jirtaa been ku sheegay way hadal saas aan ninkaas lagu radiyay waxay noqotay markaa hey ila ninkan jaaxid la hamba ahayna wuxuu ahaa ninkaas nidaam buu asooma baa kan jaaxid ninka isha ka dalooliyay meesha ka laftiga saxaa suba laqay kana hada muxuu ila sawra wasta dalla la jaaxid in buurra wuxuu dalisay bi qawlihi taala aftara ala allahi kadiban am bihi jinna waa ninkii lahaa soo ma garanaysaan run iyo been waxaan ahayn baa jira waxaan run ahayn waa sidee sugahayay maxaad ku sugtay waxaan ku sugayay aftara ala allahi kadiban
أفترى على الله اللهم وحوك أبو ريا كذبا بين أن به جنة مسوى والية يا مسوى والية مسوى والية هيا دي هذا الكيس بين يرهن مثل ما أهمية ورما بين بوشيغة هيا مسوى نوع على ريا بين مثل أهمتس ما أهم يا قفك والمي يوسن هذا الوحو أبوريك يوسن لحاني لكن وركو شيغة محاي نقول هاي هذو واقع الدبور لا واهون هذو سو واقع الدبورين ابين افا هذا هو الله سو كافتر هيج وهذا ايات كان اني غاسار سيان ان به جنه وراد ورحمه بين بشيغاي مسه وا والان يحيى بين هذه مبا وعلى يرواك لان الاخبار ويرضي اخبارك حال الجنه لا ورمه مره لا والان يحيى ها غير الكذب وي لانه قسيمه سو قيب لو ما دغين يا مو ما افتراض ما بين بوشيجية ما سوى والية قيم كلا على قدر سمرت وغير الصدق هن معهن لأنهم يعتقدون عدم صدقه إلا إن صرّوا شيئا بأمن سيهينه فثبتت الواسطة ماشي محاصون علي واسط لهول باتاجن ولإن بروح ولا إن وينا إنه آيات كينها وإلهي بير سيد الله قط خي أقو ورد وحال وبوشي بأن المعنى وأراد بل كل إنه وينات معنه حوي ها أم لم يفتري بهذا الفكر لغاية أفترى على الله كذبا أم لم يفتري ساس هذا الفكر لغاية وأم به جنة أم لم يفتري بوس كذبا تعالى فعبر عن عدم الافتراء افترى لأنتبع وحالك عبر بالجنة من جهة أن المجرون قفك وعلى الافتراء له افترى ماله لأن الافتراء وحمل يجده لأن الافتراء الكذبوي عن عمد كس الله بين شيعه فهذا حصر للخبر الكاذبي هذا الكذب كأه الله حصرنا يوي بعزعمه يقول صار الشيعان يفين نوعيه بينته لبين نقطة صار يقول الشيعان يا بينته لبين نقطة أي الكذب عن عمد يه ولا عن عمد بين أوها كسأ وقف أبكى صي أبرعي أو افترى لي هذا هي بين أو قف مشجع لكن عدم الافتراء أو صوحه يسويه كس ترى هذا أو صراحة لكن بين كان غطي سمعت هذا يروح بين بكونا بالي يلا كسيرة رأي ما بين بشجع يعني افترى على الله كذبا ما بين أو كس وسمينا يا أم به جنة أم الله ما يفترى ما سويه وكس وسمينا يا ما هاي وكان وافق ضي ودي بين بكان غط خاصة كذي قلت، الكاس الورد دي نكاس، صدق حلم في القضاء عن سكا صار واحد بالأمر، الحكم بالصلب أو الإيجابي إسنادهم وقصد ذي الخطاب إفادة الصامع نفس الحكم أو كونه مخبر به ذا علم فأول فائدة والثاني لازم عند ذوي الأذهان رأي سار كريه، الحوي الحكم الإسناد الخبري الحكم حكم كوي بالصلب أنف الحكم زيد ليس بقائم أما ما زيد قائم هي أو الإيجاب صنع شر الحكم زيد قائم إسنادهم وحير ضي كان كحمين الحكم حكمت بالصلب الحكم النفي أو الإيجاب إيجاب الحكم وثبوضة إسنادهم وي إسنادك هذا خبرك وقصد تعصت المانتي بينها فهمين قفك مركو ليا زيد القائمة زيد ليس بقائم قصد كسو محوية هذا المركو المعنى سيفة هاني محو أتشي ده قصد كسو والله بالله إنو قفك صامعة متكلم إنو وح كم غنى أفائذية إنو رباه ومركو ليا زيد القائمة قفك عني هدوس الأوغين أو أول رمى يا أرنتاس دي فائدة الخبر بأفائذية وركا كان فائدة الله هدو أجيهاي أو إسألو أج إنه أجيهاي أو أشيا غيرنا وحكي كنت جنتهاي أرنتاس إن أنا جو أجيهاي أجو تاسة كنت جنتها يا نبضتهم بركاسات يا فلان أنك حافظ القرآن أما هي أنت أضو حافظ القرآن بات يقف الله ورهم إنه حافظ القرآن يا اسمه أجا بفائدة الخبر بدو فائدس ما يوحد أشيا غطي إن الحافظ إنه حافظ القرآن أعطاه إنه أسوى كأجيهي وكأجيهي ما يكاد يقنط حافظ القرآن أعطاه فاصل يكاد يقنط مركز سويلة وقصد ذي الخطاب وقصد المتكلم بيكاد يقنطه
كان خطاب صاحبه يعني متكلم كقصد كيس وحظا يا إفادة الصامع اللي جسته فائدين تسويه نفصل حكم حكم كنفتيسة هذا كان أو فائدين يقولوا أفائدة يور هذا نفصل حكم حكم كنفتيسة أصله أصله أم الإجابة أو أمس كون مخبر المخبر كأهان تسويه به صق والرمي ضاع علم أما كان والرمي إنه أجيه شيء عن عالم كيا إنه فائدة يأمر هذا فأول كان هراء ونفس الحكم كفائدين هي فائدة بالية هذا فائدة لها فائدة الخبر والثانية لازمها لازم فائدة الخبر بالية هذا عند ذوي الأذهان ذلك الذهن قال الصاص ويأكتر أقول وحن لا إسنادهم أي الخبري بالدليل إسنادهم أي الخبري إذا محاض أفصرتي وحن أفصر بالدليل ما في الترجمة الترجمة دي سيدة كتها لي ها معرف ويمرك إسنادهم ومعرف والحكم بالصلب أو الإيجاب التعريف تلمانتي والمراد بالحكم وح الله وضع بأن النسبة واقعة بأن النسبة واقعة كزيد قائم أو ليست بواقعة سدى كزيد ليس بقائم ولا مخالفة وح خلاف كما تشوق بين هذا التعريف تلمانتان هذا بمطر أو كوك به يوما تقدمك شارحة ولمراعاة المعنى هناك هل كان معنه إلالية واللفظ هناك حق هرانة لأن الها لأن الخبر يكون معقولا بنقض خبره معقول وح معقول هان عقله وملفوظا يوح الله هذا يضم كلمة إلى كلمة أخرى دوا على هذا لفظ الله يسكت وما لفظ أهانته حاجة صلب إيجاب كنا وحوية وحاجة معقول أهانتي فالتعريفان لبعض التعريف باعتبارين لبعض المركز الخلاء يقوي وقوله إلى وقصد إلى آخر البيت الثاني إلى بيت كلا بعض يجعله المراد بذي الخطاب ذا المخبر والله كان والرمية الذي هو يسوق بسدد الإخبار والرمية ذا كل إحجره والإعلامي إيه على أوجيسينته لا ها لا كل مخبر الله وضه وأنك مركز سدد الإخبار كتره والرمية كإعلام كخبر كتره لا كل مخبر إذ قد يكون المقصود المخبر إنه يهيب الغيابة لإظهار ضعف موجنتي نحو ربي إني وحن العظم مني مركز لذا قبره إني ربي إني ربي إني وهن العظم منه واشت على الرأس الشيبة النبي الله زكريا ها أو التحزني أمام إيه تهيب على الغيابة مقصود كمخبر كمرك استحزن حزن موتين يتحصر قوم نحو ربي إني وضعتها أنثى مريم إله قبربان أم لي هذا مركي دي أولي إله لفتا إتشل عضي يا قبردار إله قبربان دلي مياي إلهي وحسن أغير فائدينية مايا هي فائدة لازم الخبر مو فائدينية إلي إلهي مياي لو فائدينية إنو زكري قبرنا إني قبرنا شيء إنو إلهي أغي إلي إلهي أغي هاي وفائدين فائدة لازم الخبر من فائدين محال إلى مركة وحال الله وضع ذي الخطاب الذي بسدد الإخبار والإحلام كما ربحنا يومي محايا لا كل مخبر إذ قد يكون مقصود المخبر إظهار ضعف إنه نقضه أو التحزن إياه والتحصر إذ المولى سبحانه عالم بالفائدة فائدة إلهي وأقي هذا الكلام فائدة سري واللازمها أنا في الخبرين يلازم كذا لوضع خبر با أي قصد المخبر بخبره وحقوضه أحد أمرين لوضع أمر إما الحكم أي النسبة بين الطرفين المحكوم بها إلى الحكومية كقولك آتي زيد قائم لمن يعلم لم يعلم قيامه وقف أن أجين أو كونه أما أويه عالما به إنه أجيه بفائدين كقولك آتري ذلك أرنك على العالم به قف أجا قاصدا أذو أقصد إعلامه إن أذو جيسيس بأنك أذو عالم بذلك إنه هبل تاجية إن أكتهي إنه بحتر هذا هبل إنه تاجية إنه أجيه إن أذو جيسيس صح ويسمى الأول فائدة الخبر لأن من شأنه وحكم أن يستفاد من الخبر وإن استفيد من غيرها بل فائدة استيه وثاني كاللبان وحاليا لازمها لأنهم حايا لكلما أفاد الحكم مركو فائدة يبا أفاد وحب فائدة لأنه عالم به إنه عالم كيه إنه وقيه وليس كلما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم من فائدة ولجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار كما تقدم الله سبحانه وتعالى أعلى